مشاهدينا في كل مكان، مشاهدين تليجراف مصر، اهلا بكم معانا في لقاء جديد من داخل محافظه دمياط. معكم منى عبد الله. زي ما تعودتوا مننا تسليط الضوء على كل النماذج الايجابيه المجتهده الموجوده في محافظه دمياط وفي الشارع الدمياطي. احنا معاكم النهارده في نموذج ناجح وملهم، يعتبر يعني هو نموذج لكل الشباب الموجوده في محافظه دمياط. احمد شاب مجتهد من ذوي الهمم، تحدى اعاقته بعد صعوبات كتير وعمليات كتير جراحيه مر بيها، الا ان هو تحدى كل الظروف وقرر ان هو يشتغل في تجاره الفاكهه، وكمان بيشتغل على تروسيكل. زي ما حضراتكم شايفين التروسيكل اللي قدامنا ده، بيستطيع احمد بعد ما تم تعديله بالشكل اللي حضراتكم شايفينه انه يروح بيه كل يوم السوق الجمله ويجيب اجود انواع الفاكهه ويقعد يبيعها في الشارع. طبعا الشغل مش عيب، واحمد بيجتهد عشان يصرف على بيته وعلى اسرته من مهنته دي. هنتعرف عليه وتفاصيل كتير مع احمد، تفاصيل احنا حبيناها لانه نموذج جميل هنعرفها في هذا اللقاء. اهلا وسهلا بحضرتك. انا اسمي احمد سمير الشعراوي، من دمياط، من السنانيه، عندي 28 سنه، معايا دبلوم زراعه. اللي انا طالبه اللي انا اتوظف واعيش حياه كويسه، وانا زي ما انت شايفاني كده بروح السوق اجيب زرعي وباجي مع التروسيكل ده. بس اللي انا طالبه اللي انا زي ما انا حضرتك قلت لك اللي انا اقدر اللي انا اتعايش في الظروف اللي انا فيها دي. انت بالفعل تعايشت معاها، ان انت تحديت ان انت تقدر تسوق تروسيكل او ان انت تقف في الشارع تبيع. احكي لنا القصه بدات ازاي والفكره من الاول جت لك ازاي بعد الصعوبات اللي انت شفتها. والله الفكرة جات لي اللي هو كان الأول كنت بركب عجلة، وبعد كده جت أبص لقيت إن العجلة دي ما بقدرش إني أروح بقى دمياط مثلا، أنا في السنانية أروح بقى دمياط وألف بيها، فما قدرتش إني أروح بقى وكده. فقلت إني مثلا أجيب مثلا تروسيكل واللي أنا أقدر أسوقه واللي أنا أقدر أمشي بيه. فروحت لواحد عدلهولي اسمه رامي الحداد، الناس خوفتني من التروسيكل وقالوا لي ان انت مش هتقدر تسوقه وكلام من ده وتعمل به حادثه وكده. قلت لهم لا انا اقدر اسوقه، والحمد لله عدلته زي ما انت حضرتك شايفه. اللي فوق ده بنزيم واللي تحت ده دبرياش. اللي فوق ده بزود بيه واللي تحت ده دبرياش، وبروح بالسوق وباجي والحمد لله. يوم الصبح ببدا اللي انا بصحى من النوم بروح السوق او بشوف الطلبات اللي البيت عاوزها بروح اجيبها، وباجي عبده بيفرش لي وساعات الناس تسأل.